حق للزوج على الزوجة ان هي دايما تشاركه هموم ومشاكل الحياة، لان الراجل بطبعه بيبقى منشغل في عمله، بيواجه صعوبات ومشاكل كتيرة، فهي دايما تبقى تحاول تخفف عنه الحمول دي، وتحاول تعمل اي حاجة عشان تساعده، وتحاول تشاركه امور حياته والمشاكل اللي بيقابلها. تحترمه قدام الناس، تكبره قدام الناس. الطاعه هي اهم حق للزوج على الزوجة. ما يبقاش اهم حاجة بالنسبة لها ان هو خلاص رجع بقى البيت، فهي متخيلة ان هو بالنسبة له يبدأ اليوم من اول وجديد، يعني مش بتبقى معتبرة ان هو في ضغوط في حياته وفي مشاكل في حياته غيرها. يعني ان تكون مش ناسياه، مركزة معاه، هي كمان برضو واخدة بالها منه، مش هتشغل برضو بالعيال وبالشغل وبنفسي واسيب ان هو كمان شخص محتاج ان حد يسمعه، محتاج ان يتكلم، محتاج ان يفضفض. ما ينفعش ان احنا نسيب بعض، احنا في علاقة مع بعض، يعني انا ادي وهو يدي وانا اخد وهو ياخد، لازم يبقى في ترابط. اهم حق للزوج بالنسبة لي حفظ عرضه، تحافظ عليه وتحترمه وتراعي بيته وماله واهله. وطبعا الزوجه تحفظ الزوج في عرضه، تحفظه في ماله، والطاعه طبعا اهم حاجه هو محتاجها للزوج هي الطاعه.